أنا الأمير سعد الدين كوبك، ها أنا ذا أعود للقصر الذي طردت منه مع حكمي. كنت أولاً سعد الدين الجابي، وبعد ذلك الأمير سعد الدين. حان الوقت الآن كي أكون السلطان سعد الدين. نحن خرجنا إلى طريق الحق بعد أن ارتدينا أكفاننا، ليس فقط إن كبلنا بالسلاسل ورمينا في السجون، بل حتى إن وضع حبل المشنقة على رقابنا. كلمتنا ستكون العدالة إلى الأبد، فليعتقدوا أنهم وضعوا سداً أمامنا الآن، لكننا سنفيض كالأنهار الهائجة وسندمر سدهم هذا. عبرت هذا الطريق المليء بالنار والشوك خطوة خطوة. لم أيأس، لم أستسلم، وصبرت كثيراً. المهمة الحقيقية تبدأ الآن. المعمار سعد الدين سيبني أكبر تحفة في التاريخ. المعمار سعد الدين سيبني الدولة من جديد. الدولة السلجوقية ستستمر مع السلطان سعد الدين. آه منك سلطان علاء الدين، لم تصغي لكلامي أبداً. انظر كيف ستدوم الدولة معي الآن، ولن أخسرها كما خسرتها أنت. نم قرير العين في قبرك. ليس الشباب اليافعون مثل ابنك غياث الدين هم من سيديرون الدولة، بل الأمير سعد الدين سيديرها. حتى السلطان لن يقف في وجهي. من الذي سيحميك من غضبي الآن أرطغرل؟ ستتحطم، سأحطمك، أنت وقبيلتك معك. حضرة الأمير، أهل القصر جاهزون من أجل جنازة السلطان. حضرة الأمير، رائع، لنقم بواجبنا الأخير اتجاه السلطان. من بعد الآن نحن الدولة يا جايرالدي. بقدر قدرتنا العالية حملنا ثقيل أيضاً. أنتظر منك وفاءً لا يتزعزع في سبيل هذا. إن كان لديكم أي شك بذلك فأمرني وسأقطع رقبتي هنا. حضرة الأمير، مر بذلك الآن وسأبذل روحي. لو أني لا أعلم هذا لما كنت عندي جايرالدي. هيا لنذهب. السلطان علاء الدين وعهده القديم سيدفنان اليوم، وسيبدأ عهدنا نحن.